عربيات الجيب الحربي حوالي 2000 عربية في السنة تقريبا المتوسط يعني بتاع المصنع، فلكتويشن بقى وطالع لتصدير نازل مصر والتصدير لمصر والتصدير والتصدير. انا هرجع في النقطة بتاعت التصدير حضرتك دي اثناء عمل المصنع في الفترة اللي كنا بنشتغل فيها في العربيات الميليتري بالذات العربيات العسكرية. كان المصنع بيمثل الشركة الأمريكية أكنها فرعها في أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط، فرعها كان في الشركة العربية الأمريكية للسيارات. احنا صدرنا حضرتك في التوقيت دوت لجهات عديدة العربية الجيب، صدرنا لدول أوروبية، صدرنا للولايات المتحدة نفسها، صدرنا للأمم المتحدة من مصر هنا. من إنتاج الشركة العربية الأمريكية للسيارات. صدرنا للدول العربية العراق وليبيا والمملكة العربية السعودية والأمارات، صدرنا للدول الأوروبية البرتغال وإيطاليا، وصدرنا للأمم المتحدة، وصدرنا للولايات المتحدة الأمريكية. فالحمد لله يعني عندنا هو تجربة كويسة، تجربة كويسة جدا. نعم. وسرية يعني. نعم. لكن في العربيات المدنية اقتصاديات التشغيل والأسماء العالمية في العربيات. نعم. وبرضو يعني تحت هذا السياق اقول لحضرتك ان كلمة تجميع العربية هو ده المصنع بتاعكم، مش كده؟ المصنع بتاعكم. ايوه فندم. مصنع الجيب. اتفضل فندم. ده في كل قدام سيادتك الشاشة اهي. اتفضل فندم. اتفضل. احنا حضرتك كلمة ده اللي فيه بيتعمل كل حاجة، مش كده؟ ايوه فندم. اتفضل. صناعة السيارات ليها اربع مراحل. يعني حضرتك دي خطوط الانتاج ده خط التجميع، ده احد انشطه صناعه السيارات. عمليه التجميع ومصانع التجميع دي هنا احد المعالجه الكيميائيه ولا ايه؟ هنا بيعمل ايه المعالجه الكيميائيه في الاحواض؟ الاحواض احنا حضرتك بنبدا يعني السيكونس بتاع الموضوع. نعم. ده بنبدا ببناء جسم العربيه. بناء جسم العربيه من مكونات صغيره جدا من قطع الساق في الجسم. نعم. زي حضرتك يعني بذكرها باللغة المبسطة، بتبني مسكن بتحتاج مواد خام للبناء والكلام ده. دي المواد الخام بتبقى متوفرة في المصنع، وبنبدأ بعملية بناء جسم وهيكل السيارة. يعني ما مش عملية تجميع ان احنا بنربط اجزاء. لا، احنا بنبدأ فعليا ببناء جسم وهيكل السيارة، وبعد كده بعد بناء الجسم والانتهاء منه بيتم مراحل بقى الاعداد للمعالجه الكيماويه لجسم السياره، عشان دي منتج سلعه معمره، ده لازم يتم المعالجه لجسم السياره معالجه تامه في احواض. عندنا محطه قويه جدا بيتم فيها المعالجه بالغمر هو تغطيه الاسطح ومعالجه. نعم. كيميائيه للاسطح وكده. نعم. لغايه ما الجسم والهيكل يبقى صالح للاستخدام طول عمر العربيه، ما تتسللش ليه عوامل الجويه ولا الصدأ ولا الرطوبه ولا الكلام ده. عظيم. وبعد كده المرحله الثانيه عمليات الدهان بتتم في المصنع. كل اللي بيعملوه ده مصريين ده كده؟ كل العامله مصريه تماما. تماما. كويس. ومهندسين مهره جدا على. عظيم. اعلى مستوى. سيادتك متدربين كويس جدا. يعني عملية التدريب ليهم وعملية الإعداد للمهندسين، اللغة واللغة الهندسية واللغة الفنية، ويعني الحمد لله متوفرة في مهندسيني وفي عمالي في المصنع بفضل من الله سبحانه وتعالى. احنا دلوقتي